waliba waayahan dambe waxaa laga dhigay xukumti sharciga ahayd waa weyneed arin iska siyaasi waqtigii jameedaha laga soo bilaabo koox walba qofka ayaga u dagaalama shahiid hoosa laga qoray shahiid laakiin ugu saxiixas ma aha midka ilaahay agtiisa ka socda halkaas markuu mara xaafid ibn kathiir misalan muhiim ah aad u muhiim u ka hadla ayna aad ugu quldameen dad badan ku baadiyoobeen waxa ay tahay dadku waa saddex قف نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوش شيغي اما قران كبا الله كل شيغي انه اهل الجنه قف كان نوع عصا وحا واجب ان العقيده انه اهل الجنه يا قف قال لما كنت واجب وحا ان العقيده انه نار تجلي قف قال لما كنت وحا صهر يصدح قف كان نول اي حالات او كنت ان لوغي حالات او كدما دون ان لوغي وان نول يحو كدما لما اوغي قف كانو عاصم ما بنانا الا يرى اهل الجنه اما اللي يرى اهل النار ما هاي لي قفك ابو وحا او كسوي حقيقه ما اوغا كرت ايمانك وصدق قيود عند اهل السنه والجماعه وعقيده هي تصديق قلبك هي قولك لسانك هي عملك جوارحك مواقع عربك واضمق لك كرتا عملك حبناها وأوجيدي كرتا لكن تصديق قلبك ربك ليها الضالع ما أقول كرتا دي قف عن إيمان قبل هنا تشنى دي قلمي وعن قلبك حقا كرمي ساس تراد دي قفك وناك دات كوارك توا أهل تشنى مرحبا شرع وحضين وشارع وشيقين بدي كرتا اي قفك تقير كوارك توا حضها إيضا وحضا إيضا خير اللوه الشينه قف كاد حمان كو عرقت هو أهل النار ما بيه كرت محايا إلي وحو كدن بينا يمؤك إنو تطوبت كينو إلهي قاتل أول أكسس يارد عد مرحدو سنقال لما كود لمن وحو كدن بينا يديك مؤك شر هداد كو عرقت هو الله أبسنا هاد ليه ساسو يحقيدة أهل السنة والجماعة دورتو سالو يرنا واكو درينا وقو هرين حافظ كو حسو أروريي سحابي جليل كها مركو دنتي عثمان بن مطعون عثمان بن مطعون واكو مهرت عثمان بن مطعون وحو كميديا من السابقين الأولين المهاجرين صدح يا طبان قف إسلام لما أقوه ريدي وقف كي أفر يا طبنا سيدوي الحافظ بن حجر الإصابة في تمييز الصحابة مهاجرين تقوه ريدي حبشة وهجروا كميدها أصحاب البدر كميدها الصحابة النبي محمد كلاقي بشي صلى الله عليه وسلم بدر وأول من مات من المهاجرين في المدينة مقال هذا المدينة إنك جهر المهاجرين طال من طوي وأول من دفن في البقيع قبرها بقيع ضركتين قف جهر المهاجرين تكمل الوعاء سو سجى جهر سحابي جاس مركو دنتي قبر سحابي هذا أول به كري أم العلا أو كم ده قبله سحابي ذات كهنا بقبي عبد الله قال رضي الله تعالى عنهن أيا وحي تري رحمة الله عليك أبا الصائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله وحي تري نحريستي قال رحمة الله عليك أبا الصائب أبا الصائب وكو يديسي نحريستي قال دوش هذا هاتو أبا الصائب مرقاتي وحنكاه إلهي إنو كو كرامي وفير صد مركز النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو يري وما يدريك أن الله أكرمه بحاك أغيسي الله يكرمي أفر صدى واسحاب عن صوت المعنى مركو دين تين نبقى إلين أيضا كدى ضيد دون كور أتو أتش على مبقى صلى الله عليه وسلم إلين أعنديس كدى ضيد سو أتش على مركا يسول يكو شغين إلهي كرمي بحاك يك أغيسي وغير نبقى صلى الله عليه وسلم ياكو أغيسي مركا الله ألا كرمي وعن إريت لا أدري بأبي أنت وأمي هو يدي يا أبي كفر طار رسولك الله أو كاتش علي أبي أبي هو يدي ما أبي إن إلهي كرمين كلي وكي تشوكسي مركز رسولك يري صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من كان وحاوي من يقينتي من ربي حق ربي سيغتم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وموتك يقين يقينتي أتمد حق ربي واتمد وإني لأرجو له الخير خير لو أرجينا منك خير أن أرجينا والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلهي بان كودارتان أوين أنوغو ما يفعل بي أنسخوين كقبل هذا ولي بانسخوين أنا كسوها بخاري كان سيدو كسوه حديث لما رواية اللقوة ريي ما يفعل بي أنا كان نبي محمد وحا اللقوة سمعينا وحاك للقوة ريي ما يفعل بي عثمان ابن مطعون وحا اللقوة سمعينا والله أنا أوين وحويري حافظكو وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ لفظك محفوظ كان كالوية شاد ويمعنيه وحيطهي والله ما أدري ما يفعل به عثمان وحلو سمينا والله أنا أبي رسولك الله ما وفي صدق قفك كدن بيو أغاك ريوي نبي قدتك أولي وهم شبه واللو وحيو بس كان بيهما سو ما جيدي تاسو الدليل عد أقف أن وحيش لقو الشيقين الشارع الشيقين اللي بيه كانوا أهلو شم وحن كلو روائنا نقدره الإمام الضحاوي كتاب كيس عقيدها اي عقيدة كو قرآن أكثر كود أهل صنوه كو اتفاقين مسألة علماء قبل كو تعليقية ويشفت لكن أكثر كعقيدة كو قرآن وعقيدة أهل صنوه الجماعة وغير عقيدة ليس ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار هل قف أو مؤمنين تكمتع وأهل جنة لهم أين وأهل النار لهم أين إلا قف شرع وشيغين ما هنم عنه سو ما جيدي إمام البخاري كتاب كيسا صحيحة باب أقبط وحيري باب لا يقول فلان شهيد باب كان روحه كهذا الله قفل مدنك الهبل وشهيد حنا هذا شرع وعظيم والنبي وعظيم صلى الله عليه وسلم ما لديك مركزه كان حديث كابي هريرة وحيري النبي صلى الله عليه وسلم سقو كهذا المجاهدين تأجر كود الله أعلم بمن يجاهد في سبيله مجاهد أجر كاسولية مركز النبي يقولي إله السيء كان قفك مجاهدك أنا هضطكم مولا يقاني أروح على هذا قف المجاهد وتقنوس أنا هنا مجرم وين صاصبيك الله يقان قفك مجاهدك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حافظ من حجر البخاري شرح يقولي أي على سبيل القطع بذلك قف كان ومجاهد لما قطعك ومجاهد قطع إله ينتهي اسم مجاهد كي ما لديك إلا إن كان بالوحي الوحي اللي قوه هذا ماهن نبي كان الله وحي وضع صلى الله عليه وسلم وغير واحد نودا إنه إشارة يوه حديث كي عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب مالك قطبي مركز وغير تقولون في مقازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا وغير مركز كهذا إذن دقال لدينا وعطر هذا هبل وشهيد هبل واب انت أسره شهيد أطر هذا نوي ولعله قد يكون قد أوقن راحلته وعن أبيه كرتين أدنى الأوغين أو قريمه رتي أو حضي أو دابدي سكو عسلي ساس أبيه كرت ألا براروه أحباني من الشيغي لا تقولوا ذلكم هدهن نعرين تاس هبل وشهيد هيسكر بهنين هدهنين ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن واحد ترى رسول الرسول كويري صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد قفك جدك على قدك على مدينك على نكر نغضو أما الدين تألي كوريالي دائد اللود دينا وشهيد إسكاير هذا قفك أصنع الله يقاروي ساسو إطلاق تعيينك إسكاير داية إطلاق مركز سوري حديث كنو حديث حسن إمام أحمد وريي إمام أحمد وريي حافظ من حجر شرحي وحقوقة تمسيدا وعير فالمراد أنه عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد وشهد هذا واحد تيطلع صدى المسألة وحال الديدة قف إلا عيره لأنه هبل الشهيد هبل الشهيد أيضا شرعه الشيخين والنبي الشيخين بل يجوز أن يقال ذلك على طريق الإجمالي تعيين لما أقول إجمال الأقل إجمال وأنا مدى سمدى يكالي قروا وين ضد مضان وحي لأن تحاول هذا هبل الشهيد وين لما نيكروا شهدادي أحد شهدادي بدا صوت الليلة وغيري تاس وحي لولا جيدا إجمال أما وحي لولا جيدا وحي على الحكم الظاهر حكم كالظاهر كا قفك مصري يقال الدقاء لما يلقو الدلو قفك لما يري ما يلقو تكما ولا اسكا عاصا حكم كالظاهر كا والشهيد ساسا لقى هدلا يمرك للي شهدادي أحد إيا بدا ساسا لقى هدلا إيه على وجه التعيين نبي قفكم شيخي كليها لديك رسول الله عليه وسلم عليه
وكذلك الحافظ محمد بن علي الكرجي سورة المدثر مركو مراوغيري كما يقال المقتول في سبيل الشهيد حوري قفك لقد له أيضا مصري قال الدقالما يا شهيد الاسكيره مركز وغيري فإذا قتل شخص بعينه لم يجوز أن يشهد عليه بالشهادة قف معين مركز لديله كان شهيدك يا الله مليك كان شهيدك كما قال عمر بن الخطاب وصيد عمر بن الخطاب ويري رضي الله عنه الحديث كان هدى عقليني صحيح المسلم كوحى قصه مالنتي خيبة صحابة قبل كمتعة إلى صوت دقاقين ويري هبل ويا الشهيد هبل نويا الشهيد هبل نويا الشهيد مركي دمي متك للشيخين مركي أصلا نبي ويري صلى الله عليه وسلم كلا كتشوك ويا الشهيدي دي نماهن كلا كتشوك إني رأيت في النار أنا النار تطوار كيسو ودو كتشي هذا كورم قرب كالنبي محمد تاقنا صلى الله عليه وسلم ما لين تاس انتو قالك قوي قفك قوي وايها سو ماتشي كلا إني رأيت في النار في بردة قلها قوحة غريمة كم يضح أيضا الله قيرين أو عبا إذن قل أصدو محيطة هاي هبلوا الشهيد هبلوا أهل الشن سو ماتشي دي أرين تاس جيس بيقى إسكت أو قاركود كسي قد بيقى هذا هو أهل الشن أنا كان هذا وصغب يشفيعك وليبا وليهم ضمن وحا لقد لقى إحكام تشرحك هذا ووينيت أرين اسكت سياسي وقتك جمعيدا لقى صوب الله كوح والبقوفك أيها قدق اللهم شهيد هو صلى لك قرآن شهيد لكن أقول صحيح اسمها المدك إله يكتس كالصحرة تعسوا حكو خلطان كفر سمعانت ما أنت كفر سواحد قد من هذا وشهيدك وقل إكر كوح ضد وقل إكر توقف ضد لكن إله يرتي سمارك لتك حقيقة صعدونت أرنت سياسي كمصحوني مارك واتشي قال لي واحد لتاقي له كدير قروب قف عن نبي محمد كوشي صلى الله عليه وسلم وشهيد اسكتني كوي النبي يريد به كرتا سيدا عشرة المبشرين بالجنة سيدا وحويان عبد الله بن سلام سيدي قبضي القميصا سيدا بلال يا سراق سيدا عبد الله بن عمر بن حرام جابر أبيه يا كوي لم يتكها القراء السبعين كوي اللي قد لبيرهم معونا تبكي النبي يريد أهل الجنة كوي صديه كرتا كمسالة أسئلة إلا غفير صدويه